قريبة لي ذات دين وخلق، أريد الزواج منها، لكن يمنعني من ذلك ما يجري على ألسنة الأطباء من عدم الترغيب في الزواج من الأقارب، خصوصا على مستقبل الأبناء إذا رزقهم الله بالأبناء. هذا باطل، هذا كلام باطل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت الرسول، بنت عمه، تزوج بنت عمه وهو القدوة، زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول تزوج من أقاربه من قريش، تزوج من قريش، هذا كلام باطل، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.